مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق سناب شات، وتحديدا عن طريقة نشر فيديوهات في تطبيق سناب شات للحصول على مشاهدات عالية وكسب الأرباح. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. طبعا بالنسبة للأرباح حيكون بصندوق الوصف شروط الأرباح الجديدة في سناب شات من منصة الأضواء، ولا تنسون أيضا بالستوري أيضا في أرباح. فهذه الشروط الخاصة بمنصة الأضواء راح تكون بصندوق الوصف، وأيضا عندنا بلدان خاصة انه فقط هذه البلدان، راح انزل فيديو ايضا لان تدرون احنا كل 3 اشهر او 4 اشهر ممكن تتغير البلدان وتنضاف بلدان جديده. فهذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف، والبلدان ان شاء الله انزله قريبا على القناه مالتي. والان راح ندخل من داخل السناب شات اشرح لكم طريقه نشر فيديو في منصه نشر فيديوهات الى منصه الاضواء في السناب شات. راح ندخل على السناب من كاميرا السناب، وممنوع في تطبيقات انه تستعملوها. هذه التطبيقات راح تربطها ويا السناب وهي اللي تنشر، لا هذا ممنوع، ما يصير مثل في بي ان هذا للتشغيل واداره الملفات وتطبيقات ثانيه زي جوده الصور او الفيديوهات، هذا ممنوع جدا بالسناب ويجيك حظر بعدين، فتعبك كله يروح مجانا. الان راح ادخل على السناب، وهذا حسابي مثل ما تشاهدون KJLD123525. بعدها راح ادخل على الكاميرا، ومن داخل الكاميرا فقط اكبس على تصوير، وراح تشاهدون انه راح يبدي التصوير، وهذه منطقتي طبعا قدامكم. الان بدا التصوير مثل ما تشاهدون وكملت للفيديو، وهنا تقدر تستعمل الفلاتر ضروري حتى تكسب ارباح فلاتر او عدسات. وبعدها كمل، والان بعد ما كملت تسجيل الفيديو راح يظهر عندي هذه الصفحة، راح يظهر عندي منصة الاضواء، وهنا تقدر تضيف، هنا تقدر العنوان وهاشتاج، وتخلي ضروري الموقع طبعا، وهنا السماح بنسخة معدلة خلوها مفتوحة، وعرض منصة الأضواء على ملفي التعريفي. هذا الفيديو نفسه اللي نشرته على منصة الأضواء تقدر تنشره إما على القصة العامة أو تنشره على قصتي مع الأصدقاء، وهنا تقدر تخليها إلى أسبوع. وبعدها تقدر تنشره نفسه على الخريطة، بس أهم شيء ما يكون به روابط. وهنا مثل ما تشاهدون تقدر تعرض اسم المستخدم الخاص بك أو تخفيه. هذا الشيء اللي موجود حاليا بالنسبة للنشر في منصة الأضواء بأبسط طريقة. وطبعا قبل ما أنهي الفيديو في شغلة واحدة حبيت أن أذكركم بها، أول ما ننشر في منصة الأضواء راح يظهر عندك لقطة، هذه لقطة يعني كاملة راح تأخذها بدون تعديل. الشيء الثاني فيديو، هنا فيديوهات راح تأخذ وتقدر تعدل عليه. والشيء الثالث قوالب، راح تظهر عندك عدة قوالب تقدر تأخذ أي واحد منها وتستغلها وتستفاد منها. وهنا مثل ما تشاهدون العدسات اللي موجودة. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات البسيطة. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. أقل فيديو حتى الصورة وتظهر منصة الأضواء أقل شيء 20 ثانية، 5 10 15 19 ثانية ما تظهر، لازم تصور 20 ثانية. حاول أنت الفيديو مالتك يكون نص دقيقة دقيقة، لأن تعرفون الناس ما يعجبها أنه الآن تسمع كثير يعني فيديوهات طويلة. فحاولوا فيديوهاتكم قصيرة، ومع السلامة.